ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكما سمعتم في الشق الأول من هذه المحاضرة، وقد تكلم أخونا نبي عن مسألة المراقبة وإلى علاقة وطيدة بشهر رمضان، حيث أن هذه الخصلة وهذه العبادة التي هي عبادة المراقبة واستحضار معية الله تبارك وتعالى ومراقبته، هذا من الدروس التي يجب أن تؤخذ بشدة وبقوة من هذا الشهر المبارك الكريم. وفي الشق الثاني من هذه المحاضرة كلمتي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون حول ثمرة من ثمرات المراقبة، وهذه الثمرة هي البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فنحن في هذا العصر نعيش أزمة وقحطا في الدموع، ونعيش بخلا وشحا لقطرات الدموع الغالية التي تسكب خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا يبدو جليا في مساجدنا، تجد الناس يعني واقفين همهم الوحيد أن يسلم الإمام وينصرفوا إلى بيوتهم. فإذا سمعت واحدا يبكي فهذا كأنه شيء عجيب غريب، مع أن قضية البكاء من خشية الله تبارك وتعالى هذا أمر عاش عليه الأنبياء وورثوه لأصحابهم، وهكذا تناقله أهل الصلاح والورع والديانة إلى يومنا هذا. فالله تبارك وتعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. هذه المجموعة كاملة للأنبياء والصالحين اللي اختاروا الله تبارك وتعالى، هذا ديدنهم أنهم يبكون من خشيته. هذه فمسألة مفروغ منها أن البكاء رمز الصلاح وعربون الولاية، فأولياء الله تبارك وتعالى يبكون ويخافون من الله عز وجل، والآيات كثيرة في هذا الباب. الله تعالى يقول: لمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام، هذا مصدر ميمي على وزن مفعل، والمقصود به هو القيام، لمن خاف قيام الله ومراقبته لربه تبارك وتعالى جنتان. ونبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم هو سيد البكائين من خشية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل الأعلى، حيث أمرنا بالبكاء وحثنا وحضنا على البكاء وبرهن عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. ما يمكنش الله تبارك وتعالى يعذب جوج عينين، جوج عوينات، عين ما بخلاتش الدمعة ديالها من خشية الله عز وجل، وعين باتت تحرس المسلمين. في واحد الرواية: تحرس المسلمين من الكفر وأهلهم، كناية على أهل العلم الذين يحرسون مداخل المبتدعة والمزورين الغاشين للدين. إذن هذه جوج عينين تتمسهم في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دم تهرق في سبيل الله، وقطرة دموع من خشية الله، وأثر في سبيل الله،
وأثر في فريضة من فرائض الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كاينش حب لله تعالى من جوج الأمور، جوج قطرات، قطرة للذنب في سبيل الله تهرق في سبيل الله، هذا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به المجاهدين في سبيل الله الذين يذبون عن هذا الدين. فنسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك أن ينصر المجاهدين في سبيل الله وأن يثبت أقدامهم وأن يفرج همهم وغمهم، فهو المعين لهم وهو ربهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما كاينش حب الله عز وجل قطرة، قطرة ديال الدم كتسقط في سبيل الله عز وجل، وإلى جانب هذه القطرة باش تعرفوا الغلاء يعني غلاوة الدموع، راه الدموع ماشي شي حاجة رخيصة، قطرة ديال الدم في سبيل الله وشنو جنبها؟ دمعة في سبيل الله. حنا حتى وحدة ما دايرينها، كما قلنا حنا فقط تنديروا بحال السيرفيس وصافي وتنرجعوا بحالاتنا، يعني واحد القسوة ما بعدها قسوة، قلوب أصبحت خاربة. وهذا بقى يتحرك راه عنده أسباب كثيرة جدا والوقت لا يطول لهذا، فالمعاصي، لأن القرآن باش يأثر في القلوب أيها الإخوان راه خاص القلب يكون محيد منه هذاك الصدى، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، خاصك تحيد منه هذاك الصدى وتحيد منه الأمراض والغيظ والحقد والحسد والغش وحب الذات وزيد والمعاصي والران اللي تدور على القلوب، وبالتالي يعني القرآن ما تيوصلش، تلقى القلب بحال كوز مجخية ما كاينش فين ما غيأثرش. ولهذا باقي إن شاء الله عز وجل في عقب هذه المحاضرة نذكر الأسباب التي تدعو إلى البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الأحاديث ونصح واحد الصحابي سميتو عقبة بن عامر أش قال ليه؟ قال لي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صافي ثلاثة أمور، إنسان إلا دارها غادي يفلح، شد فمك وعمر بيتك. ما معنى عمر بيتك؟ كناية على أن الإنسان يحاول ينس بالله عز وجل، كاين اللي ما تيأنسش إلا مع الناس ويهضر وكذا، ما تيبغيش يبقى بوحدو، راه بالعكس راه خاص الإنسان تكون عنده واحد الخلوة في حياته، يختلف مع الله تبارك وتعالى، أنس حقيقي ويعرض أمور على الله عز وجل ويشوف راسو فين غادي فين وصل واش خاصو معوقات وكذا، ويعرض قلبه على الله تبارك وتعالى ويبكي من خشية الله. كما جاء في الحديث اللي ذكر خونا نبيل أن سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام فاش نصح عقبة بن عامر وصاب بالإذكار يبكي على خاطئته، وهذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أخلاقه، لا يدعو إلى شيء إلا وهو السباق إلا وهو الإمام فيه. فهو الحديث الذي يرويه لنا عبيد بن عمير قال زرنا عائشة رضي الله عنها فقالت لنا، فاش مشى عند عبيد بن عمير وبعض التابعين قالت لهم آن الأوان أن تزورنا، يعني حلا غبروا عليها واحد شوية وقالت لهم هذا الكلام، قالت لهم ماشي يعني حرت كرتونة كما تنقولوا حنا بالدارجة. فقالوا لها يعني لقد قال الأول زور غبا تزداد حبا، هذا كان بعض الناس يتسحبوا حديث، هذا كلام ديال عبيد بن عمير. هو يقول لها حدثينا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لها قولي لنا أعجب حاجة شفتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت لهم لقد قال لي ليلة واحد الليلة، قال عائشة يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي، قال لها الليلة خليني نختالي بالله عز وجل بيت نتعبد الله تبارك وتعالى. فقالت له عائشة رضي الله عنها الزوجة الصالحة إني أحب قربك وأحب ما يسرك. عائشة رضي الله عنها أكيد أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا منقطعا من غيره، وهذا أي واحد عاش النبي عليه الصلاة والسلام وتحبه. قالت لي أنا تنبغي القحبة أحب قربه. كاين حنا بعض الرجال منا اللي كنت تتسنى ما تتسنى تتيس الباب يخرج برا، عاد تتفتح هي تتنفس،
عائشة قالت لنا تنحب القرب ديالك وفي نفس الوقت يسرني وأحب ما يسرك، مادام تبغيتي تقوم الليل وغيفرحك هذا العمل فأنا أحبه. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل يبكي حتى امتلت لحيته، ثم لا زال يبكي حتى امتل حجره، ولا زال يبكي عليه الصلاة والسلام حتى امتلت الأرض، الأرض عمرت بالدموع. تصور هذا المنظر، هذا شكون هو هذا اللي يبكي هذا البكاء بالطريقة هذه؟ هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الشيء اللي غادي يوقع النيت، رجع عنده بلال رضي الله عنه باش يفيق الصلاة، ففاش قالت هذيك الحالة قال يا رسول الله هون عليك بقى فيه. فالصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليك، يعني راه شاف في واحد حالة صعيبة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له بلال لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ياك الله غفر لك الذنوب اللي مضات واللي جاية وصافي. هو يقول لي الحديث يعني معروف بأنه راه نزلوا عليا اليوم واحد الآيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، آيات اللي كاينة في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. يعني شوف جسر أسنان ذكاء. حديث أيضا حديث مطرف عن أبيه اللي هو عبد الله بن الشخير قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وله أزيز كأزيز المرجل، تيصلي وتيبكي وله أزيز، أزيز بمعنى وصوت، صوت بحال الخنين والحنين، قعدوا تقريبا معنى واحد، الصوت البكاء الذي يخرج من الأنف من كثرة النشيج، والمرجل هو ذاك القدر اللي تيغلي بالماء، تيدير واحد الصوت هكا كان بها الصوت وهو يبكي تيتسمع ليه ذاك الصوت، عزيز كعزيز المرجل. وشي مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة باش تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على البكاء، الصحابة رضي الله عنهم كانوا آية في هذا الباب. الصحابة عموما النبي عليه الصلاة والسلام شي مرة وعظهم ويقول لهم لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا متلذذتم بالنساء في الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. حديث تيهز. فاستغشى الصحابة بالثياب وجوههم وسمع لهم خنين، خنين هو واحد الصوت ديال الفكاهة، الصحابة باش سمعوا هذا الحديث كلهم بداو تيبكيو، لدرجة أن أبو ذر قال ليتني كنت شجرة تعضب، كنت تودي شي شجرة أنا كاع وقسموني وشعلت فيه العافية وما لقاش الله تعالى بشي حاجة. عمر رضي الله عنه جثى على ركبته وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من الصحابة كانوا آية في البكاء. بدأوا أبو بكر رحمه الله، أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الحديث فاش النبي عليه الصلاة والسلام كان مريض قال لعائشة قال الصحابة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعائشة قالت لحفصة باش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا هي صدقات من جهة صدقات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم شيء آخر، فقالت لحفصة قول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيس، يعني ما معنى أسيس تيكثر من البكاء لدرجة ما تيسمعوش الناس الصلاة ديالو، تيصلي ما تيميزوش الناس اش تيقول كثرة البكاء. هو يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، ما معنى الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم بأن عائشة ما بغاش الناس يتشائموا بباه اللي هو أبو بكر، حتى هذا مقصد مزيان عند عائشة رضي الله عنها، يعني ما بغاش الناس يتشائموا أبو بكر لأنه شكون اللي غادي يعوض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي ساهل، كيما كان نوعه غادي يستصغروا الناس، ولكن الله تبارك وتعالى يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ما تعالى رفع أبو بكر رغمت أنوف هؤلاء الأخباث الذين يسبونه ويسبون ابنته الصديقة. فأبو بكر كان في فناء الدار ديالو يقرأ القرآن ويبكي، وتجتمع عليه الغلمان والصبيان والنساء والكبار والصغار وتتعجبوا من هذا الأمر لأنهم ما ألفوا أن يروا شخصا يبكي ويقرأ القرآن ويبكي، يعني أبو بكر كان بكاء. عمر حدث ولا حرج، عمر رضي الله عنه
جاء في واحد الحديث أن عبد الله بن شداد قال: لقد كنت في آخر الصفوف وسمعت نشيج عمر في صلاة الصبح وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تصور المكان ديك الساعة لا ميكرو لا والو، المسجد النبوي تبارك الله كبير والصحابة كثار، ومن الخلف وتسمع النشيج ديالو يعني البكاء بواحد الشدة ديال عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان يقرأ الآية وكان يسقط لدرجة أنه لا يخرج من بيته حتى يعود الصحابة ويعتقدون ويحسبون أنه مريضا، كانوا يحسبون مريض وراء آية أثرت فيه وطاح. عثمان رضي الله عنه كان إلى مشى للمقبرة وشاف شي واحد تيدفن تيبقاو الصحابة تيتعجبون داك البكاء ديالو، واحد البكاء عجيب غريب لدرجة سول واحد مرة شي واحد قال ليه: يا عثمان يعني تتسمع الجنة والنار وما تنشوفوكش تبكي كما تبكي فاش تشوف شي واحد تيدفن؟ ويقول لهم: راه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان لما بعده أيسر، اللي نجا فيه راه نجا ما بعده. وكان يبكي بكاء شديدا. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان شي مرة صايم جابوا له الفطور، وكان رجلا ثريا مستعلي الله تبارك وتعالى في الرزق، ففاش حطوا له الفطور وتذكر صحابه، تذكر مصعب بن عمير ويقول لهم: مات اخي مصعب بن عمير، كانوا يبغوا يكفنوه تيغطيو ليه راسو وتتبرج رجليه تيغطيو رجليه بر راسو، يعني الفقر. هو تيشوف راسو حاطين لي الوان الاكل، وقال لهم: ومات اخي حمزه، وهو يبكي. ثم قام وترك يعني هذاك الفطور، قام ما بقى قاعد كملو يعني من كثره البكاء اللي باش تذكر صحابه الذين ماتوا وقتلوا في سبيل الله. الصحابة هني نذكر أم أيمن، أم أيمن شي مرة مشى عندها أبو بكر وعمر، مشاو لزوار لقاو تبكي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أم أيمن ما عند الله خير لرسول الله، علاش تبكي أنت؟ داكشي راه ربي داكشي اللي غيعطي للرسول صلى الله عليه وسلم وغيكرمو حسن داكشي اللي تكون بقى معنا كاع. تصبروا فيها. ويقول لهم: ما لذلك أبكي؟ إنما أبكي لانقطاع الوحي. فجهشتهما على البكاء، بداو يتهموا تيبكيو أبو بكر وعمر، وبداو تيتباكاو كاملين. كان عندهم البكاء شيء عادي، شيء عادي، حنا اللي تبانو عندنا البكاء شيء عجيب غريب، علاش تيجي واحد تيبكي تجيك الخطا ماشي عادي، ما راه البكاء كان عندهم عادي، قسوة القلوب اللي كانت عندهم ماشي عادية، كانت ديال المنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية لكم حتى حنا عندنا شاذ به. عائشة رضي الله عنها، عائشة تحكي القاسم ابن محمد بن ابي بكر، قال لك شي مره مشيت هو كان كل صباح تيدوز عندها، قال لك واحد المره غادوت عليها في الصباح، داز عندها باش يزورها، لقاها تصلي في صلاه الاولين يعني صلاه الضحى، واقفه تتصلي بواحد الايه تتعاود فيها وتتبكي، تتعاود فيها وتتبكي. يحكي القاسم يقول: وقفت انتظرها حتى مللت، بقيت وقتها مليت، ثم ذهبت الى السوق وقضيت حاجاتي ورجعت فاذا بها لا زالت تصلي وتبكي، باقة واقفة وتتصلي والبكاء غالي من خشية الله عز وجل. وعائشة يعني الوقت ابتداء من نوع إلا عائشة عندها يعني قصاص قضية البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، القصة اللي وقعت لها مع عبد الله بن الزبير فاش نجرات لا تكفي ما هو، ثم بعدما كلمته قد تبكي وتقول إن النذر شديد، تبكي تتبل الخمار ديالها رضي الله عنها وأرضاها. يعني الصحابة راه نذكروا واحد واحد غادي يلقاو قصاص عندهم مع البكاء. أرانا ندوزو للطبقة الأخرى، لأن هادشي راه تيتورث باش نعرفو بلي حنا راه مسؤولية هادي، تا البكاء راه خصنا نورثوه من 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 الصحابة والتابعين، إلا كنا تنقولو نحن ننتمي إلى السلف، راه هما السلف، ماشي السلف فقط إنسان اهتني بالمظهر، المظهر راه مطلوب، ولكن راه الباطن هو اللي أشد طلبا، هو اللي مقصود. إذا ها هما السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين والتابعين، هكا كانوا دايرين مع القرآن وهكا كانت قلوبهم مع الله تبارك وتعالى. إوا نكونوا سلفيين بمعنى الكلمة ونكثروا من البكاء، راه حنا اللي خصنا نردوا الناس على البكاء في الحقيقة. تصوروا معايا تابعين قصة أخرى. الحسن البصري رحمة الله عليه واحد المرة جات واحد ولدها سميتو حمزة الأعمى، وقالت لي: هذا عافاك لما شدوا عندك وقريه لعل الله ينفعوا به. فشدوا الحسن البصري رباه كذا، وتيحكي هاد حمزه، قال لك: انا اذا دخلت على الحسن
البصري في بيته وجدته يبكي، وإذا وجدته في الموعظة يعظ الناس يبكي، وإذا وجدته يصلي يبكي، ديما هو في القاتل يبكي. واحد مرة ويمشي عنده قال لي يا أبا سعيد إنك لا تكتب البكاء، تبكي بزاف. أش قال لي الحسن سلامة الله على الحسن؟ قال له يا بني وإذا لم أبكي فماذا أصنع؟ أو بعبارة أخرى وما يصنع الذي لا يبكي؟ زعما أش تيدير هذا اللي ما تيبكيش من خشية الله؟ أش تيدير؟ بحال واحد مسكين من بلي بالكرة عزيز عليه البارسا والرياض ولاك شي، وفاش يكون شي ماتش تلقاه تيبغي يستمتع وفرحان واحد السعادة عنده هو، تيقول لك أنا واحد مرة ويقول لنا أنا ما عرفتش اللي ما تتفرجش أش تيدير؟ اللي ما تتفرجش في الكرة أش تيدير؟ شوف لا شوف قارنا الحسن البصري قال لك أنا ما عرفتش اللي ما تيبكيش أش تيدير؟ الحسن البصري قصة. نمشيو ثاني لواحد التابعي سميتو ثابت بن اسلم البناني. هاد ثابت بن اسلم البناني تيروي على انس بن مالك رضي الله عنه ومن رواة الصحيح بعدا. شي مرة بكثرة البكاء ضروا عينيه، صافي مسكين بكي 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 بكي، ولا عنده مشكل في العينين مشى عند الطبيب. قال له الطبيب راه شوف عندي حل واحد، بغيتي يبرو لك عينيك ما باقيش تبكي. اش قال ليه ثابت؟ قال لي لا خير في لا خير في عيني لا تبكي. واش كاع انا بغيت ها هي براتي ما تبكيش اش بندير بها؟ لا خير في عيني لا تبكي. سبحان ربي العظيم. اش من خير كاع الا ما بكات ها هي براتي اش بندير بها انا الا ما بكات ليا؟ لا بحالنا حنا عندنا ما نديرو بها كما قال خونا تيليكوموند وكذا. لا راه ماشي زعما تنزلو نفوسنا، والله الا كلنا غارقين في المعاصي بالله العلي العظيم هاي تنحاولوا ما امكن نذكروا نفوسنا حنا الاولين، حنا محتاجين التذكير. فهمت؟ الله تبارك وتعالى ينفعنا بما نقول. هذا تابع محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر شي مره تاسوزي وكان مع مرته تسمع فيه تقرا في القران ويقرا ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبقى تيعاود تيعاود تيبكي 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 تيبكي. خافت عليه مرته وهي تسكت لواحد الاخ ديالو اخ من الاخوان ابو حازم قالت ليه جي شوف ابن المنكدر راه غادي يوقع عليه شي حاجه راه غيموت لينا ولا شي حاجه. هو جا عنده خرج عنده محمد بن المنكدر قال لي ايه واش سمع شي يقول الله تبارك وتعالى ويقرا عليه ويبدا ابو حازم توا تيبكي بداو تيتفاداو بجوج تقول لي مرتو صافي شنو صيفط عليك وصيفط عليك بحال هذا الشيء اللي شافوا يقول هذا حماق والله دابا في زماننا اللي دار هذا الشيء يقول هذا صافي شحال بحال هذا هكا كانوا الاخوان وبداو تيبكيو بجوج وقالت لي مرتو يعني ارسلناك لي يعني لتفاجئنا وكذا فزدت بكاء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس. عمر بن عبد العزيز شي مره هو كان يقرا في القران ووصل تيقرا في سوره القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبدود. سمعنا احنا الايه ما ديناها عادي بحال تنسمعوا في قراءتي وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فسمع عمر بن عبد العزيز هو ينط يقول واسوء صباحا واسوء صباحا واسوء صباحا وبدا كيجري في الدار كيدور في الدار تيجري وتيقول واسوء صباحا شويه هو يطيح فخر على وجهه. تتحكي فاطمه بنت الملك بن مروان قالت لك انا فاش هذا المنظر يعني تعجبت ما فهمتش اش وقع عاودت ضربته الفقه فاق وبدا تيقول واسوء صباحا يا واسوء صباح ليوم يكون فيه الناس كالفراش المبتوت تيبكي وتيغوت وتيبكي تقرب الصبح وهو يطيح كانه ميت. تتحكي فاطمه قالت لك كانه ميت وهي تقول فاطمه قالت لك والله كلما اذكر هذه الليله لا املك ولا احبس عيناي من الدمع يعني كلما ذكرت تبكي. الشخص يعني عمر بن عبد العزيز كيفاش تعامل مع هذه الايه وكيفاش تفاعل مع هذه الايه. يحيى بن سعيد القطان هذا ايضا من الاثبات في علم الروايه ومن المحدثين يعني معروف يحيى بن سعيد القطان من علماء الجرح والتعديل وكان ايضا من المخبتين. شي مره وجد عنده اصحابه وقراوا لي القران قراوا لي قول الله تبارك وتعالى لا اله الا الله ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين
سمعها ف يعني انتفض يعني تهز من بلاصتو. هما كانوا تيسعقوا البصره كانوا معروفين بهذه القضيه تيسعقوا معروف عليهم كانوا تيسمع القران تيطيح يغشى عليه وباقي غنجيبوا بعض الروايات ديالهم. فاش بدا تينتفض قاسوا الباب جرحوا الدم غادي النساء تتغوث اش هادشي يعني اغميه عليه ما بقاش خلاه صحابو عاودوا مشاو رجعوا يزوروا لقاو ناعس وتيقول ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين وباقي تيعاود فيها رحمه الله عليه. بل بالعكس انا غير تنختصر كاين بعض الناس اللي ماتوا سمعوا القران طاحوا ماتوا بحال واحد سميتو زراره بن ابي اوفى هذا كان تيصلي للناس تيصلي سوره الحاقه وصل فاذا نقر في الناقور وطاح. شوف راه هذول العلماء راه لجنة تعالى قال انما يخشى الله من عباده العلماء راه ماشي تيمثلوا راه فعلا الايات تقيسوا تتمسوا تتذكر هذاك اليوم لانه عنده علم كثير عارف واش غيوقع في هذاك اليوم عنده علم. ولهذا علاش سفيان الثوري شي مره عطاه واحد الطالب ديالو عطاه مطهره باش يتوضا الليل كامل شدها وبقى فيها حتى الصباح ناض لقاه باقي شاده قال لي اش كنتي تدير يا ابا عبد الله قال لي اني كنت اتفكر في الاخره الليل كامل بقى في واحد الوضعيه وحده كيتفكر في الاخره. علاش؟ لانه عنده علم عارف اش غيوقع في القبر عارف الاهوال ديال منكر ونكير وعارف ما بعده وعارف يوم القيامه يوم مقداره 50,000 سنه وعارف كيفاش غيتحشروا المتكبرين وكيف غيتحشروا اهل الريبه وكيف غيتحشروا كذا وكذا والمتقين والانبياء والشهداء وكيتصور هذاك المشهد تيتصور ذاك المشهد يقدر الليل كامل عادي لانه عنده علم عارف عنده ما يتصور ماشي اللي مثلا ما عارفش شنو وقت صافي يوم القيامه يوم الحساب صافي هنا تيوقف راه العلم هو اللي تيورث الخشيه كما ذكر خونا بويلا راه قضية باش تعرف الله تعالى وتخشاه راه اسماء الله الحسنى الا عرفتيها فعلا حق المعرفه راه هذا تيورث الخشيه والخوف من الله عز وجل. ثم باش نختصر راه الوقت سبحان الله يجري جريا قضية يزيد يزيد الرقاشي هذا من احد التابعين اش قال؟ قال ليه اذا انت لم تبكي على ذنبك اذا انت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي عليك بعده فمن يبكي عليه بعده. شو سبحان الله العظيم الاسلام كيدير موزون مريض قال لك الا انت ذنوبنا احنا اللي مخافينها الا ماشي احنا اللي بكينا عليها امتنا شكون اللي غيبكي عليها؟ هذا الشيء الكل قال لك ما كاينش اللي غيبكي لك على ذنوبك الا انت إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك يعني بعده. ثم هذا الشيء اللي ذكرنا الآن ديال السلف رحمة الله عليهم وهذا الشيء رأيت نقول لكم تنعطاسر اختصارا وسبع سنة الثقارة ما الآن أنا غادي نمر لبعض الأسباب التي تجعل الإنسان يلين قلبه وتمشي منه القصوى ويجلب الخشية من الله تبارك وتعالى. وللأمانة العلمية الأسباب هذه ليست من مجهودي بل هي من مجهود أحد تلاميذ الشيخ الألباني وهو العويشة حفظه الله تبارك وتعالى. يقول ذكر هذه الأسباب ذكر 19 سبب. أشنو هي الأسباب؟ أيها الإخوان هذه الأسباب هذا راه بحال شي وصفة. أشوف دابا الناس تيخسروا الملايين بل الملاير على القلب إذا كان مريض وبغى يديروا له عملية جراحية وحنا تنسمعوا كاين 10 مليون 20 مليون هذه وصفة قلبية مجانية ربانية المرض خطير جدا اللي هو قسوة القلب لأن الله عز وجل بغى منا القلوب تكون سليمة ما بغاش القلوب ها هي مزيانة والعروق غادية وتتضخ الدم ولكن ميتة من خشية الله عز وجل كما تتحرك. إذا هذا هو المقصود فنرعيو السمع لهذه الوصفة هذه ونحاولوا نستافدوا منها إن شاء الله عز وجل. أول حاجة باش الإنسان قلبه يرطب أول شيء تقوى الله تبارك وتعالى. الإنسان يتقى الله تعالى يجتنب المعاصي، راه المعاصي يران، بران عليه ما كانوا يكسبون، المعاصي تتغلل في القلب، معصية 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 وتتمشي بس ما كاينش بس ما كاين، راه الغلط القلب تيتغلف ما باقيش يأثر فيه القرآن، صافي ما يدوش، وبالتالي ما غاتبكيش. ثانيا العلم، الإنسان يطلب العلم ويقرأ يعني يعرف أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته ويعرف سيرته وشروحاته، فهذا أدعى باش يحصل ليه الخشية لأنه أعلم الناس بالله وأخشاهم لله. هذا الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وراء الحديث معروف ديال جبريل فاش مشى في المعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله.
هذا جبريل هذا، وما أدراكم بجبريل، 600 جناح يسد الأفق. وشنو؟ بحال البدعة، الحكس والبدعة من خشية الله، لأنه عارف الله عز وجل. ثم ذكر الموت، راه ذكر الموت مسألة تتطقطق القلوب، الإنسان دائما يتذكر الموت، ويتذكر الأموات اللي كانوا، ويعرف راسه بأنه تا ولا دميت، فيستحضر ديما يستحضر هذيك، ويشوف الناس والأحباب اللي كانوا معاه والأصدقاء وكذا راه مشاو، يتذكر تا هو غادي تا هو، ما غينفعو لك لا علم لا لا كذا لا والو، يشوف راسه فين غادي، فهذا أدعى باش قلبه يتحرك. ثانيا التفكر لما بعد الموت، ثالثا يا ربي ولا رابعا التفكر لما بعد الموت، الإنسان يتذكر ما بعد الموت أش؟ اش غيوقع عليه؟ ويتذكر داك الشيء بالتفاصيل ديالو. مزيان الانسان يقرا هاد الامور هادي اشراف الساعه والقيامه الصغرى اللي هي القبر وعذاب ونعيم، ويشوف شي مراجع تاع الباب ويقراها باش ديما يستحضرهم. خامسا زياره القبور، هاد القضيه تنغفلوا عليها بزاف. المقبره خصنا بحق نديروا لها واحد موعد، برنامج موعد مع الموتى، نديروا معاهم موعد ونبقى نتلاقاو معاهم. يمشي الانسان ويشوف، هما الناس مشاو فين هما؟ وذكر حديث الله صلى الله عليه وسلم، إن أهل المقابر منهم من لو يقوم فيسجد فيركع ركعتين خير له من الدنيا وما فيها. ويمشي وتذكر الحديث يقول في الله شيت لان راه والله ما كره دابا يموت بس نجزر كعاف خير لي من الدنيا وما فيها اللي حنا هدلتنا ولهاتنا وكذا. اجعل الآخرة همك، إنسان يفكر في المستقبل البعيد، ماشي المستقبل القريب من القبر اللي تجي، المستقبل البعيد من القبر اللي هو المستقبل الحقيقي. سابعا تدبر القران، الانسان يحاول يدبر القران ويفهم المعاني ديالو، لان اش بغيتي عندنا دابا حنا في صلاه التراويح ما تاثروش، تيدوز الايات ما تنعرفوش حنا الله تعالى اش يقول، غادي الامور صافي تنسمعوا في القران صافي، تنحاولوش ندبر. ثامنا الاستماع الى القراءه الخاشعه، الانسان يقلب دائما على بعض القراءات الخاشعه اللي تطق ليه القلب ديالو، كاين بعض المقرئين سبحان الله قراءه تتحرك، يحاول الانسان يدمن عليهم. تاسعا الاكثار من الاذكار، الانسان يكثر من الذكر، والله بعض المرات الى تنغفلوا شي حفلات مجانيه، الانسان بعض المرات تلقاه جالس وسافت ما تيذكر لا الله لا والو، وداير رجل فوق رجل وجالس صافي، تذكرنا تبارك وتعالى، حنا ما نخسروا لا يزال لسان الفرد ضل بذكر الله، الانسان يذكر الله تبارك وتعالى بزاف. عاشرا الاستغفار ومحاسبه النفس، الانسان يكثر من الاستغفار ويحاسب نفسه، يشوف الذنوب اللي دار في النار، درت كذا ودرت كذا ودرت كذا، لا كانت مغيرة يعني ما عرفت واش نقدروا نحسبوها ولا ما نحسبوهاش. ثم إحسان الصلاة، القضية راه شاذة قلنا بإحسان الصلاة، راه إحسان العبادات راه مهم جدا، الإنسان ديما يحسن، بعض السلف قال لا زلت أحسن صلاتي حتى تامن، يعني حتى ما قالش واحد تامن حتى كابوت أو شيء بحال هذا، يعني يبقى الإنسان حياته كاملة وتيحسن في الصلاة ديالو. باقي حنا ماشي زعما حنا تنتقنوا دابا الصلاة تنصليوه 100% راه هي غنلقاو أخطاء كثيرة، الإنسان يحسن الصلاة فهذا أدعى باش الإنسان يستحضر الخشوع والبكاء. 12 التباكي، الإنسان إلا كاع ما بكاش يتباكى، يحاول يتباكى ويحاول يستجلب البكاء ويتذكر ويجلب البكاء بأي طريقة، يتمرن باش يولي فيه سجية من بعد. 13 المواعيد، الإنسان دائما يدمن على المواعيد، فيما كانت شي موعده يحاول يسمع لها ويمشي لها، الله تبارك وتعالى يرطب لي قلبه، لان المواعيد تلين القلوب. 14 تطهير القلب من اضران الغل والحسد والغش والحقد، الانسان القلب ديالو راه كاين بعض الامراض تكون خفيه، يحاول يطهر من نفسه ويحاسب نفسه ويشوف هذاك القلب يراجعه مزيان، علاش انا مثلا نحقد على فلان، علاش؟ واش مشرك؟ واش يهودي؟ نصراني؟ مبتدع؟ اشنو تياكل الحرام؟ يبقى نراجع قلبي، لا كنت نحقد على واحد يحبه الله تبارك وتعالى ونصدق انا يدا لله، قال الولاء والبراء راه دين من اوثق عرى الايمان، هذاك عندنا من نرجعوا القلوب شي شوي نراجعوها، ويكون الحب في الله والبغض في الله، ونراجعوا الامراض هذه راه هي اللي تقسي القلب، ما يبكيش ما عمره يبكي، لان الامراض فتاكه. ثم 15 الاكثار من النوافل، اكثر من النوافل يعني اكثر من النوافل، فهذا ادعى الانسان يولي يجي. 16 تقلل من الدنيا، يعني الانسان مثلا بعض المرات تلقى يعني تيكثر من الدنيا غتلاهيه وقلبه غادي يقصر، الانسان اللي مشى ثاني ولا تيفكر في الملاير وفي الدين الله وفي كذا اش الخشوع هذا بغا يكون عنده، ولهذا بعض العلماء تيحكي هو الشيخ ابو اسحاق حفظه الله قال لك
قال لك هذوك الاغنيه سبحان الله العظيم، قال لك تمشي قال لك الفيلا ديالهم تتبقى تعط وعط وعط، قال لك بحال تهضر مع الحجر، وما راه العصير ديال الكيوي راه لافوكا راه ما تيتاثروا كاع، قال لك ماشي بحال الجامع تتلقى الناس مخلطه للدراوش وكذا، تلقى هذا تيبكي لهذا الشيء وهذا تيبكي وهذا، الناس تتاثر، قال لك هذوك الناس سبحان الله ما كاينش. علاش؟ لان صافي تلهاو مع الدنيا، قلوبهم ولات تتفري في الدرهم. وما نقولوش ثاني كلشي الا من رحم الله. 17 رحمة اليتيم وإعانته هو مسح رأسه. إنسان كيما عرفتش يتيم خصوصا هاد الأيام المباركة يحاول يدخل عليه السرور، يدير شي كسيواك هذا يدور معاه. فقضية اليتيم وتطلع فيه، جا شي واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني يشكو خصوة قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني أعن اليتيم وامسح على رأسه يلين قلبه. إنسان يقلب على اليتامى ويتطلع فيهم هذا غادي يلين القلب ديالو. 18 الإقلال من الضحك. الإنسان اللي تيكثر من الضحك تيموت ليه القلب، ما بقيش يجي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضحكوا كثيرا، إن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث كما قلنا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. 19 الخوف من عدم قبول الأعمال. إنسان يخاف للأعمال ديالو اللي تيدير من صيام وصلاة وكذا، هذه كلها يقف قدام الله تعالى ويجدها هباء منثورا. إنسان اللي يخاف ما يكونش آمن ويقول صافي أنا صليت مقبولة، صافي ما أدراك أنها مقبولة. شكون اللي قال لك أنها مقبولة؟ تقدر فهي راه كان 1% ديال الرياء راه مشات، 1% أنت عندك 99% لله، ودخلك واحد 1% تيفسد عليه. الله تعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري تركته هو شركه وهو الذي اشرك. اذا الانسان ديما يخاف على الاعمال ديالو، اللي تيخاف على الاعمال ديالو راه غادي يبقى قلبه مقض ويقظ، باش دائما يكون هذا ادعى لان يؤثر فيه القران. ويعني اقول ما تسمعون، واسال الله تبارك وتعالى ان يلين قلوبنا وان يطهرها وأن يجعلها تتأثر بكلامه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.